ست متاع محمود دي ست من كفر الشيخ، دخلت مستشفى كفر الشيخ العام يوم الجمعة اللي فاتت، كان عندها انهيار عصبي، يبدو انه حصل نوع من الخطأ في العلاج ما نقدرش نحدد. المهم انها خدت دواء، الدواء ده ما جابش معاها نتيجة، تم وضعها في غرفة العزل. بالليل الغرفة حصل فيها حريق، كانت حامل وطبعا الحمل ما حصلش ويعني سقط، وبعدها بساعات يبدو ان هي كمان كانت صحتها تدهورت وهي كمان توفت. احنا معانا على التليفون الدكتور لطفي عبد السميع، برحب بحضرتك معانا، مدير مستشفى كفر الشيخ. اهلا يا استاذ شريف وبالساده مستمعيك في كل مكان. اهلا بحضرتك. احنا معانا كمان الاستاذ وحيد السيد زوج المرحومه بتاع حاج وحيد، البقاء لله اولا. هاتك البقاء يا استاذ. ايه اللي حصل بالظبط يا يعني؟ اللي حصل يا استاذ ان انا خدت مراتي انا وابوها ورحنا حجزناها في المستشفى. حجزوها مننا، الكلام ده كان حوالي الساعه 5 5 ونص كده المغرب. حجزناها وسبناها ومشينا، لقينا الساعه الفجر هي عربيه تبع المستشفى جايه لحمايه في البيت بتقول له تعالى خد بنتك علشان حصل حريق في الاوضه وبنتك ولدت. لقيت حمايه بيضرب عليا تعالى عشان بيقولوا من الاوضه حصل فيها حريق. سامعك. ماشي، فروحنا لقيتها متفحمه. إذ ايه اللي حصل يا جدعان؟ كل شويه واحد طالع لي بكلام شكل، بروايه شكل وبافلام شكل، ما مش عارف لحد الان انا مش عارف اصلا. انتوا عملتوا بلاغ؟ انا عامل بلاغ من امبارح. عامل بلاغ للسيد رئيس النيابه. انا والمحامي طارق رمزي. دكتور لطفي استاذ شريف، اهلا بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بيك يا فندم. حضرتك بالتاكيد سمعت الحاج. لا الكلام ده طبعا تمام، احنا اللي عاملين البلاغ من الاول خالص، واحنا اللي بلغنا. لما حصل حريق الساعه 4 الفجر او 4 ونص، التمريض والعمال السهرانين اختاروا المطافي واختاروا مديريه الامن وتم اتخاذ الاجراءات اللازمه، والموضوع قيد التحقيق في النيابه. ايوه بس هو قيد التحقيق في النيابه طبعا، بس احنا شفنا مستشفى زي مستشفى الحسين الجامعي لما حصل فيها حريق، شفنا ازاي ان كل الناس خرجت بحمد الله وبشغل الناس ومجهود الدكاتره ومجهود الاداره وما كانش فيها اصابات. ازاي اوضه واحده حصل فيها حريق ما خرجتش فيها ست؟ يا فندم دي كانت في غرفه استعاذه يا فندم لوحدها خالص. بتتابع من التمريض كل شويه. ايوه يعني الغرفه دي ما بيبقاش عليها اي رقابه؟ ما هو عليها التمريض جنبها، في غرفه جنبها. ولما حصل الحريق ايه اللي حصل؟ التمريض لما شم الدخان وسمع الصويت في الاوضه دخلوا لقوا الاوضه مليانه دخان ومولعه، لانها الاوضه مبطنه بجلد وسفنج عشان دي غرفه عزل، لان المريض ممكن يخبط نفسه لان بيبقى في حاله هياج، ممكن يعور نفسه في اي جدار من الجدران. واللي قاعد على باب الاوضه ما يعرفش ايه اللي بيحصل جوه الاوضه. يا فندم دي في اوضه دي لوحدها ما فيش حد قاعد، ده جنبها اوضه التمريض، مكتب التمريض جنبها في الاوضه المرافقه اللي ليها جنبها. وايه سبب الحريق في اوضه المفروض انها معزوله كده؟ احنا لحد الان يا فندم ما نقدرش نحدد هل هو ماس كهربائي ام حريق عادي ام احنا مش عارفين، لان ده برضه في البحث في المعمل البحث الجنائي بتحديد سبب الحريق. وتم اجراء تحقيق داخل المستشفى واتبعث للمديريه. وصل التحقيق ليه داخل المستشفى زي اتفضلت؟ شوف التقرير كتب الملاحظات كلها وكتب التلفيات والتمريض اللي كان صاحبه، وتم احاله الموضوع للمديريه لوكاله كلمه الاداره يعني اداريه بكفر الشيخ. يعني الواحد بيبقى مش عارف يقول ايه في الحقيقه. هي الاوضه دي المفروض تبقى معزوله تماما صح؟ ما هي الاوضه معزوله يا فندم، ده مريض بيبقى في عزل تماما. كويس، ما بيبقاش فيها بقى كاميرا مثلا؟ طبعا ده كلام انا يعني بقوله، مش في اي وسيله انك تعرف اللي جوه ده بيحصل فيه ايه؟ لا والله ما فيهاش كاميرا حاليا لسه.
واللي بيبقى قاعد واللي بيبقى قاعد واللي بيبقى قاعد على باب الاوضه بيتابعها كل نص ساعه بيبص عليها بيروح يبص عليها. طب ما كل نص ساعه ده ما فيش دخان ينتشر لمده نص ساعه يكفي انه يؤدي لموت شخص يا فندم؟ ده تشنج وجلد ده في حاجة في ثواني ما خدش 10 دقايق يعني كله ما خدش 10 دقايق ده الأوضة البطانة بالجلد والتشنج وما خدش الكلام ده أكتر ما صرخش أكتر من 10 دقايق. هنشوف النيابة هنشوف النيابة هتقول إيه هنشوف النيابة هتقول إيه وهنشوف طبعا وزارة الصحة ممكن تقول إيه ويلاقي المذيع نفسه دلوقتي في اللحظة دي إنه لازم طبعا بالتأكيد يعزي عم وحيد الحاج وحيد السيد اللي زوجته والجنين اللي كان في بطنها طبعا ما نعرفش هم ماتوا محروقين في الأوضة العزل في المستشفى إزاي، لكن مفروض إن احنا نتابع ونعرف طبعا من النيابة إيه اللي حصل.